قديش صعب كسيدة تقوم بهذا الشغل. هذا الفرش كله بتستعمليه عبير بيكون مفروشات جديدة. عم تحكي انت بحدود المليون دولار، من الاربعة للخمسة مليون دولار بالعرض. قديش بتعمل هذا الشغل؟ قديش ممكن نتوقع كأرقام كشخص مبتدئ؟ بعد الفيديو اللي عملته معك كتير بعتوني بالمئات لا بل بالألوفات. قديش بيكلف هيك بزنس لحتى يبتدي فيه الواحد عبير؟ حتى في ناس بتم يدفعوا أكتر من اللي أنا بطلبه للكورس. بقول لا، لازم الانترفيو، لازم أقعد معهم أشرح لهم. هيك بيت قديش بتاخدي عليه؟ أنت بتقدري تقيمي إنه هذا الشخص عنده القابلية إنه ينجح بهذا المجال ولا لا؟ تعرف كل اللي تواصلوا معي إنهم بقولوا لي كتير بيستفيدوا من الأشياء اللي أنت بتنزلهم. يعني في ناس كتير متابعينك. عبير، شو قابليتك أعمل هذا الشيء أنا وياكي بدبي؟ كيف غيرتي حياة المتدربين؟ يعني أنا ما بشرح كتير، هو شغلي اللي بيجيب لي زباين. للي بده يتوقع انه يدخل ويعمل هذا البزنس، شلون ممكن يتوقع دخل؟ قديش ممكن يتوقع دخل؟ شو الخطوات للي ممكن يتوقع؟ All of a sudden I found you on YouTube وشفت الحلقة، وتاني يوم انا قلت لجوزي انا شفت الحلقة دي شوفها معي، قال لي that's your business. انا طماع بدي صير مكانك. انا متدرب، شو ممكن اتوقع معك؟ مين بتشوق مثلي نشوف كيف صار البيت؟ يلي ورائي هو عبارة عن شغل، بس هذا الشغل ما له متعارف عليه كتير، وهذا الشغل بيطلع أرقام كتير كبيرة. اليوم الحلقة أنا مو بس جايبك عرفك على الشغل، لا، أو عرفك على الشغل. اليوم الحلقة أنا جاي أعلمكم هذا الشغل وأخذكم بالتفصيل وتشوفوا كيف بلشنا وكيف انتهينا. اليوم ضيفتي هي سيدة أعمال، بس الفرق بينها وبين غيرها أنها فكرت من خارج الصندوق وعملت شغل يونيك مميز لحتى تنفرد فيه وتكون الرائدة بمجالها. شغلة غريب جديد بس حلو وممتع بنفس الوقت، وحلقتي أكيد هي مو بس للتسلية وحتى رح تعطيك الفائدة والمعلومة. أهلا وسهلا فيكم، وإذا أول مرة تشوفوني أنا محمد نحلين. بعد ما تخلص هذا الفيديو أكيد رح تاخد جولة سريعة عندي بالقناة، تتعرف علي وتتعرف على محتواي، ورح تعرف إنه المحتوى هو محتوى هادف. وإذا حبيت القناة لا تنسى أكيد تشترك فيها وتدعم هذا المحتوى وتشيره مع أصحابك. ومشوارنا اليوم ممكن يكون أفق جديدة لحياة جديدة، ويلا نبلش رحلتنا. مين شاف هالوش معي قبل هيك؟ هاي مو أول مرة. عبير سيدة أعمال بصمة كتير كبيرة، والفيديو الماضي ناخد من مقاطع سريعة. قديش الرأس مال المتوقع لتبلش البزنس؟ قديش بتأمني؟ كل ضيوفي بغصوا، بس أنا بتعرفي اشترطت عليك قلت لك نحكي أرقام. للي ما شافه بآخر هاي الحلقة أكيد رح تقدر تشوفه، لأنه رح أترك لك إياه مجرد ما تضغط عليه بتقدر بتشوفه. بس بهاي الحلقة اليوم عبير شو بدك تساوي معنا؟ كل الديتيلز اليوم. اليوم تفصيل بتفصيل، اليوم رح تعطيكم مفاتيح، مفاتيح بالمعنى الحرفي للمفاتيح. شايفين هاي الكركبة؟ هاي شو بتساوي فيها؟ هون الكركبة كمان. ولا هاي الكركبة للي هون؟ هذا كله ياته بيترجم بزنس جديد. خلونا نبلش مع بعض ومع عبير. عبير عارفيني على حالك، أنا أكيد بعرفك، بس مشاهديني للي عم شوفوكي لأول مرة، مين أنتي؟ شو بتعملي؟ أنا هون بأمريكا ستيجر بقولوا لي، يعني أم هوم ستيجر. باخد بيت زي هيك بروجكت بيكون فاضي وأنا I provide، يعني بعطي بجيب الفيرنيتشر والأكسسوريز وال مهندسة ديكور يعني؟ لا، أحسن من مهندسة ديكور. أحسن من مهندسة ديكور. ستيجر هن للي بيقدموا العرض أو البرزنتيشن بالطريقة الصحيحة. يعني أنت الكيك لما بتاكله طعمته طيبة مو لأنه شكله من برا طيب، من جوا الكريمة اللي فيه والمقادير والعجينة كانت ممتازة، مشان هيك طلعت الكيكة ممتازة. بس الطباخ أو صانع الحلويات لما بيعمل الشكل المختلف والمميز، هذا اللي بيزيد من سعر الكيك، مو بس الطعم والجودة. That's right. واليوم عبير هي اللي عم بتزين الكيك. قالت لي شغلة ملفتة قبل ما نبلش تصوير، سألتها قلت لي قديش سعره هذا البيت؟ قالت لي هذا البيت بينعرض بأربعة مليون، أو كان رح ينعرض بأربعة مليون قبل ما استلم أنا البروجكت، وبعد ما استلمته وخلصته رح ينعرض ممكن خمسة أو أكثر مليون دولار زيادة، بس بسبب لمسة عبير. وصدقوني عبير بتطلع كتير منيح من هذا الشغل.
وصدقوني بنهاية مش رح الفيديو نحكي أرقام. ما رح نحكي أرقام بنهاية هذا الفيديو. عبير كمان رح تعطيكم مفتاح مشان تعرفوا كيف رح تطلعوا مثل ما بتطلعين انت، يعني تقريبا قريب على عبير. الفرش والشباب طبعا انت بتتركيهم لاصحاب البيت بعد ما تخلصي الستيجن، هذا الشيء اللي انا شايفه برا، يعني انت بتيجي بتفرشي بتتركي لهم الفرش وبتروحي؟ يا الشرط شهرين، اي وقت بزيد عن شهرين بصير في برسنتج زي كانه ليس، كانه مستاجرين مني بعدين. يعني انت عمليا عم بتعيريهم المفروشات؟ يا اكزاكتلي. اوكي، يعني انت فرشك عندك. المهم بالموضوع يا جماعه، تفكير خارج الصندوق. عبير انت عم تعملي شيء يونيك، شيء مميز. كم حدا مثل منك بيعملوه؟ زي ما قلنا بالحلقه السابقه ما شفت عرب، في امريكان، في كم واحدة أنا بعرف صحبة معهم يعني بيعمل الشغل حلو، بس في منهم تعرف هي موضوع الزوج بس على مستوى ماركت كبير وتعداد العالم اللي بيعملوا الستيجينج، لأنه الستيجينج هو تكنيك وخطوات وفن. يس. أنت علي كيف؟ لما منوصل أنه أنت ما شاء الله كان عليك واحدة اليوم من اللي بصمتها كتير كبيرة، أنا شفتك ذاك اليوم بالفيديوهات طالعة كنت عم تتكرمي كأفضل ستيجر، كم قلتي لي كم ريستيت؟ كلهم ايجنتس كانوا انفسترز، كلهم انفسترز. يا طيب وانت هلا شغلك صار بتصور العالم تتصل لك تقول لك عبير تعالي لحتى بدنا نعمل ستيجنج، لانه صاروا بيعرفوا شو الستيجنج. يا كيف؟ صح. طيب نحن اليوم بدك تمشيني بالحلقه، هلا نحن دخلنا على هذا البيت، الحلقه غير هذيك الحلقه، اليوم نحن بدنا نعرف انت شو بتعملي، شو بتساوي. مشيني خطوات عبير، البيت فاضي. Yeah. مثل ما أنا شايفين. أنا قبل جيت وشفت الايجنت، عملت زي كونسلتيشن للبيت وشفنا البيت وحكينا بالسعر وبالفرنيتشر والأشياء اللي بدنا نعملها. بعدين امبارح بلشنا أول تريب، بعت الشباب الوركرز جابوا تريب ونزلوا العفش. اليوم في تريب تانية جاي حينزلوا كمان عفش، وبكرة كمان حيكون في تريب. خلينا نشوف العفش لأنه بيت كبير، عرفت؟ فبده كتير فرنيتشر. هذا فرشك أنت كله بتملكي، بتجيبي بتفرشي وبتجهزي البيت لحتى ينعرض، تجي العالم للي حابة تشتري البيت بتشوفه هو مفروش، للي بتعطيه قيمة أكتر بالفرش. وبعدين بس لحتى خلص وانت بيكون في اتفاق انه انا بعطيكم هذا الفرش مدة شهر او شهرين. انا بس عم بحاول بسط الامور لحتى اقدر وصل الخطوات. اشرحينا كيف بتمشي بهذا الاتفاق من نهار اللي بتبلشي الاتفاق معه لنهار اللي بترجعي بتاخدي فرشك. خلينا نمشي فيها خطوة. يا طبعا بعملهم استيميت، ببعث لهم شو انا شو الاشياء اللي راح اجيبها ومع السعر، وبنتفق على السعر. بعدين ببعث لهم اجريمنت عشان يكون كل شيء موثق ومرتب. بعدين بجيب الشباب وببلش، يعني زي ما حكينا بالحلقة هذيك، يعني أنا عم برسم، فالخطة هون كلها أنا بس أقول لشباب حط هاد وحط هاد وعرفت وهاد وهاد وهذا، بس بعدين حتزبط الكيكة. صح، بعدين حنظبط الكيكة. هذا الفرش وين بتكوني مخزنتي يا عبير؟ عندي وير هاوس. يعني بس للفرش؟ يا بس للفرش. كم بيت بتاخدي بالشهر؟ ما شاء الله لا حسد يعني، بس انه حسب الاشهر، يعني حسب الاشهر. هلا بالصيف كتير اكتر من الشتاء، الشتاء فيه عطل وكريسماس وهيك، بس السنة شهر واحد كان غريب عجيب. انا يمكن عملت 20 بيت، وقبل يعني كنا الستيجرز ما بنعمل كتير لانه بنكون طالعين من عطلة، يعني خمسة اشي، بس انا عملت تقريبا 20. هلا طبعا احنا رح نحكي كمان، انت بتعملي دورات للعالم للي مهتمة، بتجيبيهم معك وبتفرجيهم خطوة بخطوة وحتى ممكن من خلال أونلاين، وبتأهليهم لحتى يطلعوا بهذا البزنس. يعني انت عم تعطيهم أسيت كامل من الـ A to Z وبتسلميهم الطريق وبتقلي لهم انطلقوا. بالضبط. يا والله والله يا عبير لو انه انا ما في عندي التزاماتي لاجي اشتغل هذا الشغل. اتعلم من عندك واطلع، والله انا بعرف، لانه بعرف شو جدوى هذا الشغل وشو جدوى هذا الموضوع. طيب انت مجرد ما وقعتي واعطيتيهم استيميتد، بعدين اجيتي نزلتي فرشك هون، نزلتي فرشك هون مثل ما أنا شايفين. بعدين الشباب اللي عندك دخلوا الفرش لجوا، رتبتي الفرش بالطريقة اللي أنت بتناسبك. هلأ أنت كيف بتقرري من بيت لبيت حسب مساحته؟ السعر قصدك ولا العفش؟ السعر، المشروع كله كبروجكت. كل إشي هون جوا، فأنا بشوف البيت لازم أجي أشوفه، بحب أشوفه علشان أشوف شو الكالر بدي أستخدمه. يعني نيفي بلو مثلاً، مثلاً أو فيه أصفر أو كذا حسب.
بتلعب الألوان دور بنفسية المشتري؟ كتير كتير. بتعرف مساحة إيش؟ مساحة البيت. هلأ مثلا أنا لما بعمل ستيجينج بستخدم لون واحد، يعني بوب أب لون ظاهر، خلينا نقول نيفي بلو، بس معه النيوتر كولرز تانيين. هاد إشي بيعمل إشي عند الباير لما بيروح يشوف، بضل براسه البيت الأزرق البيت الأصفر، بيكون هو معه لسته وشايف كتير بيوت بس البيت هداك عالق براسه. واو. عشان هيك بيوتي دايما بتنباع بسرعة فاست. طيب هلا بس اختصاصك انت بده يبيع ويشتري بيوت ولا؟ هلا اذا انا مثلا انسان عندي القدرة المالية بس ما عندي الذوق بالفرش، اشتريت بيت، في عندك اي خدمة ممكن اتصل لك لك عبير تعالي فرشي لي بيت؟ يا اولويز اولويز، اذا بدهم مش يبيعوا البيت وزهقانين منه وبدهم يعملوا حركة فيه حلو عشان يعيشوا فيه ويستمتعوا طبعا، وفي كتير بيت جديد وإيش نحط هون وإيش نعمل هون. طبعا بلشنا هلأ المشوار مع عبير لحتى نشوف الخطوات شو بتعمل خطوة بخطوة. وين الشباب يا عبير؟ الشباب دخلوا جوا، خليني أناديهم. راكي، أليكس، أن أندرو، بليز كام. شايف من برا كتير حلو البيت كمان، بياخد العقل. رائع رائع رائع. ولما بتطلع على الطابق فوق من كل غرفة انت بتشوف الـ يعني الفيو بتجنن. هاي الايجنت طبعا. هاي مورنينج. من وين اجيتي بهاي الفكرة عبير؟ كيف طلعتي فيها؟ هي اصلا موجوده جوا، عرفت، موجوده براس الواحد، يعني مو جزء من البرسوناليتي تبعك. مدري ليش بحسها انه هي القصص بالذات اللي لها الفن، غير انه اكيد لازم تتعلمي التكنيك تبعها، بس لازم يكون جزء من شخصيتك. لازم يكون عندك حب الشيء لحتى تعطيه ب اكزاكتلي. عندك العين، عندك الحس، يعني انت بتدخل غرفه معتمه كيف بدك تضويها وما فيش لايتس ولا في شباك، كيف بدك تعمل، شو اللي بدك تسوي هناك، في اشياء كثيره بتنعمل، تكبر الغرفه تصغرها. سو الباير لما بيجي بيشوف الليستينج طوال بتعجبه بيجي بده يشوف، فدايما بيكون الشوينج كثير العدد. قديش صعب كسيده تقوم بهذا الشغل؟ انا شفتك لك اتجاهي بالتراك مع الشباب. كثير. قديش صعب كسيده انه عندها مسؤوليات وكذا انها تقوم بهذا الشغل؟ يعني عايشين الوضع، عايشين الواقع، شو المعاناه اللي ممكن تواجهها؟ كثير صعب، اقول لك صعب صعب صعب، وخصوصا لما عندك عيله واولاد وبدك تامن للاولاد وهيك. نشكر الله، يعني انا أولادي اللي هم بناتي كتير توافق بينهم، نتساعد، بتساعدوا مع بعض، بساعدوني بنظفوا بكذا، هذه نعمة من الله. أهم شيء بنظفوا. بس اللي بدي أقوله هو كتير صعب، لأنه في ستات بلشوا معي وأدربهم لقوا حالهم لا أنا مش راح أقدر أعمل هذا الشيء. هاي عندك الشباب كانوا أنا عم بيستاحوا ويصطافوا بيشتغلوا عمالهم بيعملوا. كيف تعتبري انه الشغل او الموظفين واحدة من المعاناة اللي بتواجهيها بالشغل؟ انا الله موفقني فيهم، بس مرات يس، زي اليوم تاخرت عليك لانه واحد منهم انجرحت ايده فاضطريت اجيب واحد ثاني. انت بتقدري تقيمي انه اذا هي السيدة، او حتى هي مو بس محصورة على السيدات، ممكن شاب يجي لك، انت بتقدري تقيمي انه هذا الشخص عنده القابلية انه ينجح بهذا المجال ولا لا؟ اول اشي بعمل انترفيو، بعملهم انترفيو، بنقعد مع بعض اسمع منهم، مش بس انا بحب الديكور وانا بحب، بحكي لهم ديتيلز، بحكي لهم المعاناة، بحكي لهم عن الشباب، عن الوركرز بتعبوا، مش سهل. انا عندي 6 وركرز ومرات ما بتلاقيش منهم 2 لانه بكونوا بيزي بشي تاني. هاي واحدة من المشاكل الرئيسية. طيب بروجيك كم يوم بياخذ معك؟ هذا البيت اللي نحن عم نغطيه كم يوم هلا تصوير لحتى نكون مسلمين للبروجيك، لحتى نكون جاهزين؟ هذا البيت لانه 6500 سكوير فيت، يعني كبير مش صغير، هيوج، وكل روم يعني هيوج، فتقريبا حياخذ 3 ايام. 3 ايام راح ياخذ. يا جماعه هاي الحلقه فتح افق، فتح ابواب، هاي الحلقه ممكن تفتح لك تفكيرك، تفتح لك الافق قدامك لمشروع عمل
جديد، قديش بتعمل هذا الشغل؟ قديش ممكن نتوقع كأرقام كشخص مبتدئ؟ لا مش رح نحكي أرقام. طيب إذا شخص هلأ قال لك أنا حابب ابتدي بهذا المجال، أنت أكيد خلال انترفيو رح تعطي استيميتد أنه أنت أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر ممكن تتوقع هيك دخل. هو عم بيبني بزنس. هو عمليا هذا الشغل عم بيبني بزنس، هو عم بيشتغل لحاله. ما عم بيشتغل لحدا، أنت علي كيف؟ بس ما تعطيني أرقام. It's worth it. تسحق كتير 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 وش شوي كتير. خلونا نكمل الكتير مع عبير ولنشوف تفاصيل أكثر. واحدة من التفاصيل هلأ طبعاً لبسونا هون قالوا لك ممنوع تدعس على الأرض، واضطرينا أنه نحن نحط هذا لرجلينا. يلا هلأ أنا بدي أفرجي. guys let me show you something inside. come Andrew. Yeah, so this is the game room, let's say, whatever. So it will be seating area here, and there we'll put something. So I order ping pong table. Okay. Yeah, they bring it today. Oh, so you have to put it together. Yeah, so when I tell you this to the game room, you know this is the game room. And the seating area, they're going to be at seating chairs or just that guy? No, I'll put couch and chairs. Here, the living room, the dining. The dining room. Yeah, the dining there. This is the office, and there, the gym. Oh, so we're going to bring equipments tomorrow. This is the family room with the kitchen and breakfast area. Okay? So the bedroom right here. Exactly, yes. So we'll start. And the outdoor is later. Yeah. No problem. Okay. I need you to bring the things from the truck. Into the garage or in? طبعاً عبيراً هون عم بتوزع عليهم أوامر بالشغل مشان الفرش ينزل كل شيء بمكانه وبالترتيب اللي بده إياه وما يرجعوا يعيدوا الشغل أكثر من مرة. Thank you. عبير أنت هلا عم تنزلي معهم الشغل. عم بتوزعي معهم الشغل هلا مشان ينزل كل قطعه فرش المكان اللي انت بدك اياها. اها يس. اوكي يعني بتجي انت هلا بعد ما تشوفي بتعرفي انت شو المفروشات اللي جايبتيها بعدين تبلشي تقوليهم نزلوا كذا قسم كذا بكذا ونزلوا بخفف عليكي من وقت وشغل. اكزاكتلي. اوكي سو ذس ون بوت ات هير بيكوز وي غانا تيك ات تو ذا ماستر بيدروم. اوكي. يا جست كيپ ات هير. ذس ون تو ذا ليفينج. Yeah. هذا الفرش كله بتستعمليه عبير بيكون مفروشات جديدة؟ في اشي براند نيو جديد وفي اشي كنت حطيته ببيوت تانية. اوكي بس يعني وحتى في اشياء بتشتريهم مستعملة وبترجعي بتعيدي استعمالهم بس بس يكون اشي هاي اند يعني اشي حلو. اكيد هذا التراك شو نظامه؟ بتستأجري وقت بتبلشي البزنس ولا كيف النظام؟ لا هذا التراك إلي أنا اشتريته. هذا لإلك ما شاء الله لأنه هو التراك جزء أساسي من شغلك. يا يعني متعب إذا بدي أضلني أستأجر متعب. بتصور حتى بدك أكبر منه كمان. مزبوط بس المشكلة وين بدي أصفه؟ هاي المشكلة. ليش ما بتحطي شعار الشركة تبعك هون تستخدميه؟ يا هلا تأولت مع واحد وبده يحط لي الاسم تبع الشركة. عمالنا مننظف بهذا. قديه صار لك بهذا البزنس عبير؟ يعني قول 5 سنين. 5 سنين ما شاء الله. وانت طبعا الباك جراوند تبعك جاي اول شيء من الامارات، كنت عايشه بكندا كنديه الجنسيه وانتقلتي على امريكا، ليش انتقلتي على سوق امريكا؟ بتعرف اهلي هون كلهم وانا الي 18 سنه بعيده عنهم، فصرنا بكندا راب عليهم. الجو له دور، هذا الشغل ما بيمشي بكندا صعب. هذا اوكي، الجو له دور. له دور. الجو بيلعب لعب كثير كبير بنفسية الأشخاص والعالم وقبولهم حتى إن كان على مستوى المجتمع، يعني خلينا نقولها ببساطة للي هي الاكتئاب بيقولوا لها. يا بالضبط. واخترتي كاليفورنيا. اها. يس. يعطيك العافية. اوكي. This will gonna take it to the master bedroom upstairs. Yeah. شايفة هاي صورتك اللي لازم تروح على التراك، هاي اللي لازم تحطيها إعلان على التراك. Yeah exactly I think the same will be here أو حنحط إشي تاني. كتير رائع على الصورة. Yeah this is dining.
طبعا عبير انت محدد الفرش اللي بتناسب مع هذا البيت وجبتيه من المخازن بناء على رؤيتك. طيب ما بيكون صعب عليك بالمخازن فرز الفرش؟ يعني بتصور عندك المخزن فيه كل انواع المفروشات. بس انا مرتبيتهم حلو. يعني مرتبتيها. يعني الكاوتشز مثلا على هالناحيه، الكراسي على هالناحيه. حلو. وعشان يصير وسع كتير مرات بناخذ الليجز تبعون التشيرز اجرين عشان نحطهم فوق عشان تعملوا ستاكينج على بعض، لانه عندي يمكن مش عارفه 400 كرسي 500 كرسي. قديش بيكلف هيك بزنس لحتى يبتدي فيه الواحد عادي؟ هو بيقدر الواحد يبلش شوي شوي، مش ضروري يعني يضرب على العالي. وطبعا لما انت هلا في وحده عم بدربها في ستيجر زغنونه جايه، خلينا نسميها سمول ستيجر، بلش بإرفاين اسمها روبي. هاي دربتها وكل إشي، وهلأ هي جاهزة واشترت الفيرنيتشر. بعمل لها دعاية علشان بلشوا الناس يحكوا معاها. خلص يا روبي، يلا روبي انت هلأ الفيديو التالي روبي. يا وبعدين في وحدة بسكرامنتو تعرف انه حضرت الفيديو تبعك. أوكي. وضلت تتواصل معي، وأنا لأنه مش فاضية يعني أعطي كورس. بعدين إجت لي من سكرامنتو، كنت أنا ببروجكت زي هيك بالصيف، وإجت هي وجوزها، وأكشلي هو جوزها اللي شافك وقال لها تعالي أقعدي بدك تسمعي شو عم تحكي هاي، وبدك تعملي مثلها. حلو. وهلأ إحنا بتواصل أونلاين عم بدربها. في عندك الأونلاين؟ يا يعني انت من وين او انتي من وين عم تشوفونا بالعالم في امكانية التدريب الاونلاين من خلالك زي العادي زي كأنها موجودة معي. الابواب والحدود نحنا للي منسكرها. على فكرة هي ما لها موجودة بباقي الدول، يعني انا بتصور هاي الفكرة اذا هلا بتدخل الخليج مع البناء الجديد ومع القصص هاي رح تعمل فرق كتير. طبعا طبعا بخطواتها وبالتكنيك. انت عندك قدرة مثلا تعطي هاي الكورسات للخليج؟ طبعا يا هاي نحن عم نغطي تفاصيل، عم خلينا نقول شابتر جديد بحياتك. شو يعني شابتر بالعربي؟ شابتر يعني قسم جديد بحياتك من الكتاب. يا جماعة والله هاي القناة، شو رأيك بالمحتوى اللي عم بتقدم عبير؟ انت جربتي معي قبل هيك فيديو؟ المحتوى اللي عم بينزل على القناة انت برأيك فعلا بيعطي هاي البصمة الإيجابية للعالم؟ تعرف كل اللي تواصلوا معي انهم بيقولوا لي كتير بيستفيدوا من الأشياء اللي انت بتنزلهم. يعني في ناس كتير متابعينك لأنه يعني بيشعروا انه هاي الحلقة اللي نازلة اليوم بدنا نسمع حلقة انه فيها فائدة، لأنه من القلب للقلب. خلونا نكمل مشوارنا مع عبير. تابعوني. This to the kitchen. It's supposed to be with this one. Okay. Okay. هاي الجيمينج تيبل. هادي للبلاي روم، لأنه هم مش عارفين شو بدهم يحطوا فيها، فقلت لها ما إحنا حنعملها جيم روم، فبنقدر نحط فيها بول تيبل أو بينج بونج تيبل. هلا هاي الشباب رح يحطوها مع بعض، كبيرة هي، هيوج this one. ونعمل مكان للقعدة هيك كمان. جنبه على الجهة الثانية، فمنعطي فكرة لما الباير بتطلع بيقول بقدر أحط حتى هنا أعمل زي موفي ثياتر أو عرفت. طيب بدي أسألك هلأ عبير، كيف الزباين اللي بيطلبوا منك خدمة تفرشيلهم تعملي لهم الفرش وكذا، وهذا إن كان بيوت ولا محلات، بتصور حتى كوميرشال تشتغل مكاتب محلات، كيف بتبلشي معه؟ كيف بتحللي شخصيته أو ما يتناسب معه؟ دائما لازم اقعد معهم، خصوصا اللي بدي اعمل لهم بيتهم وهم قاعدين بالبيت، او بدي اعمل له الافيس تبعه. فلازم اعرف هو شو بحب، شو بحب اللون اللي يشوفه كل يوم في بيته. الستيجنج غير، انا بعمل على كيفي، بس لما بيكون الشخص قاعد بالبيت وبدي اعمل له الديكور لازم اقعد معه واعمل انترفيو، يعني مثل تحليل للشخصيه، شو بحب بالزبط. شو ما بحب، شو بيتناسب معه، عنده اطفال ما عنده اطفال، ضيوفه كيف، بحب القراءه، بحب رومانسي. رومانسي هاي التفاصيل بتلعب دور بفكره كيف الطريقه اللي ممكن تفرشي فيها. بالضبط 100%. عبير شو قابليتك اعمل هذا الشيء انا وياكي بدبي؟ ممكن يا عندك قابلية انك تنزل فيها على دبي. بتعرف اليوم دبي سوق كتير كبير وسوق كتير ضخم على مستوى العقاري.
البيع، التطوير العقاري، المطورين العقاريين. وفعلا هيك فكرة إذا دخلت هلا أكيد في كتير عالم عم تشوف الفيديو وممكن جرب تطبق الفكرة لحالها، بس طبعا صاحب الخبرة بيكون دائما غير. لا وبعدين هم مزوئين صراحة، يعني أنا عندي أصدقاء كتير وكنت أدخل بيوتهم وهيك مزوئين، بحبوا الإشي الحلو، بحبوا الأشياء الغريبة مميزة. يا هذا الشغل كتير حلو هناك. والله الشغل جدا رائع كتير ممتع. حلو والله ممتع. أنت بتعرف شو الحلو؟ يعني أنا الأسبوع المرة كان عندي 3 projects بكورونا، اليوم بيور بالندا، عفش جديد، ناس جديد، ايجنت جديد. الله يرزقك. انت مجتهده يا عبير. مجتهده يا انت مجتهده. هذا الفرق. شوفي ما في حدا ناجح وهو بس نايم. يا اكزاكتلي ما بتزبط. انا بحب اشتغل على حالي، يعني مثلا اليوم الترتيب هذا اللي رتبناه، يعني اكسكيوز مي انا بدي احكي شغله تكلفه، بس ما هو هذا بفيد شغلي، فبحب يكون اشياء دائما في اشياء جديد. 100% 100% عم تعطي انت الفاليو، انت عم تقدمي خدمتك، عم تقدمي معلومه. انت هلا عم تقدمي معلومه، وحتى للي حابب يدخل هذا المجال بس متلبك من وين ممكن يكون متدرب معك لحتى تاسسي ويطلع صاحب بزنس، لانه هذا بزنس. يا انا باخذهم معي زي روبي، أخذتها معي، شافت كونسلتيشن كيف، شافت لما أونر أكيوبايد ناس وعندهم العفش، أخذتها على بيت فاضي كمان. روبي بتحكي عربي؟ يا مصرية هي. والله؟ كما جت على طريق القناة فيديو تبعي ولا؟ يا والله؟ وتدربت وخلصت جاهزة هلأ. روبي عم تشتغل هلأ، بلشت تاخذ بروجكت؟ لسه عبت الفرنتشار وكل شيء موجود عندها، هلأ بلشت تتلقى يسألوها. ما أنا بعلمهم الحلو دائما، أول ما ببلش بقولوا لي أبي طب كيف اللي بدنا نجيب الكلاينتس، قلت لهم هذه مو هلا، هاي آخر إشي، كل اللي حدربكم يا يعني كيف ببلش أنا تبلد الصفحة البيزنس بيج تبعتهم قبل، بقولهم زي المسرح عشان لما نفتح الستارة وكل شيء جاهز جاهز ينخوت. وهذا اللي صار مع روبي، انه بلشوا طوالي يسألوا، تحكي معي ابي عم بيسألوني هيك عم بيقولوا لي هيك، طب شو احكي؟ تفاصيل كثير مهمة وكثير معنية، بس والله ممكن تغير حياتي كثير. عبير قديش زوجك متفهم لشغلك؟ متفهم يا كثير. عم بيحضر هاي الحلقة بقى، قديش متفهم قلتي لي لشغلك؟ يا هو بكندا هلا اصلا. هو بكندا، اوكي. عبير ما شاء الله البيت كتير كبير مثل ما أننا شايفين وكذا، هلأ أنت رح تفرشيه كله؟ كله، بس غرف النوم هم 6 غرف نوم، هنعمل بس الماستر. الماستر اللي هي؟ اللي هون اللي فتنا هلأ عليها؟ يا هذه فيها حيكون التخت والإشياء تبعونها، وطبعا قاعدة لأنها كتير كبيرة. أوكي، هي رح تكون غرفة النوم ورح تضيفي لهم قاعدة عليها القاعدة. Yeah. حلو، يعني مو كل الغرف أنت بتفرشيها بنفس الوقت؟ حسب ما بطلبهم، إذا الإيجنت قالت كله هلا لأنه هذا البيت بيكلفهم كتير، فقالت لي خلي بس الماستر. حلو. 6 غرف نوم، فخمس غرف حنعمل واحدة أوفيس والأربعة التانية يكونوا فاضيين. أنا شايف حتى هون في شيء كمان هذا الباثروم. هذا الباثروم، شوف الفيو من كل غرفة، يعني كتير حلو هذا البيت عن جد. واو، حتى الشغل فيه متعة عبير، يعني هيك بتحسي انه انت مستمتعة انت عم تعملي كتير. انا دائما شو بقول، قال ان كنت تعمل ما تحب فانك لن تضطر الى العمل ابدا. يا صح اكزاكتلي. يا بعدين خلص انا بس اخذ البروجكت زي كانه الي، هلا هم ما لهم دخل بشيء، انا برتبه زي ما بدي، بعمل اللي بدي اياه، فهذا الحلو. عرفت؟ ما حدا بتدخل وبقول لك اعمل وسوي وحط هاي وشيل هاي. نو no. تمام. طيب هاي المرحله الاولى، لحقونا على المرحله الثانيه لحتى نشوف البيت كيف صار وشو التفاصيل والاسرار اللي راح تخبرنا اياها عبير المرحله الثانيه. بس انتبهوا لشغله، انه هذا التصوير على مدار ايام، ولا تنسوا طبعا تتابعوا هاي القناه وتشتركوا فيها.
اليوم الجزء الثاني من التصوير وحتى الجو ما شاء الله أحلى بكتير. يلا خلينا نشوف للي بلشنا فيه كيف رح ننهي. مين متشوق مثلي نشوف كيف صار البيت وشلون بيغير فعلا بقيمته المادية؟ هلأ فايتين نشوف البيت. على فكرة هذا التصوير على مدار 3 أيام بس أنا ما غيرت ثيابي. فايتين نشوف البيت ونشوف التغييرات يلي صارت فيه، ويلا مع بعض ونعرف سر عبير. عبير كتير متحمسين يشوفوا البيت كيف صار بعد الشغل، وبعد رح فرجيكم والله العظيم رح نشوفه كلياتنا. عبير كيف قدرنا نرفع الفاليو أو القيمة؟ عم تحكي أنت بحدود $1,000,000 من 4 إلى 5 مليون دولار بالعرض. هذا الشيء طبعاً بيستدعي أو بيتطلب من كل، خلينا نقول مو من الكل، بشكل عام أي حدا بيشتغل مجال العقارات، لأنه رح تزيد عمولته، فهمت علي كيف؟ حتى البائع نفسه رح يعطي قيمة أكثر للبيت، أنه يتواصل معك بحكم أنه أنت عم تقدمي مهنة شوي نادرة. طيب فكرة انه لما بيتواصل معك كيف بتمشيه بالديتيلز؟ كيف بتوصيله لفكرة انه انا رح اعمل لك هيك ببيتك؟ هو الصراحة هم لما بيشوفوا شغلي بيحكوا معي، يعني انا ما بشرح كتير، هو شغلي اللي بيجيب لي زباين. فمرات كتير ما بكونش متعاملة مع ناس بقول لي شفناكي على الانستغرام، بليز في عنا listing coming up واعملي لنا وسوي لنا بليز، او مثلا على الفيسبوك، فهيك انا بيجي لي الزباين. البيت صار رهيب. طيب عبير نحن عم نحكي انه في عالم دربتيون وفي عالم رح تدربيون. انا بعرف بحكم قديش انت بيزي، عندك ليميتد سبوتس، يعني ما بتقدري تاخذي كثير اعداد. بس الشخص اللي بيتصل لك بيقول لك انا بدي اتدرب، او قبل الشخص هيك بيت قديش بتاخذي عليه؟ ما بدنا نحكي ارقام لانه انا شوف مرات بتعامل مع الايجنت اكثر من بروجكت، فبتلاقي السعر غير، وإذا ايجنت مثلا جديد السعر غير، يعني مرات بتطلعه فوق ومرات تنزله شوي. بس خلينا نقول نحكي مثل، مرات تروح على مطعم تاكل ساندويش بتدفع 10-15 دولار، صح؟ وفي مطعم تدخل عليه بتدفع $150 وبتكون مبسوط كتير ومش سائل. انا هذا اللي بصير معي. انت من جماعه $150 انا 75 راضيان. طيب اوكي، للي بده يتوقع انه يدخل ويعمل هذا البزنس، شلون ممكن يتوقع دخل؟ قديش ممكن يتوقع دخل؟ شو الخطوات للي ممكن يتوقع؟ يا هلا بدي احكي لك اياه. كثير انا تعرضت بعد الفيديو اللي عملته معك، كثير بعثوا لي بالمئات لا بل بالالوفات، لانه على الانستغرام على الفيسبوك على الواتساب لليوم هم بيبعثوا لي. هلا اذا فتحت لك الموبايل رح تشوف في مسجات انا مش فاتحيتها. هي لسه هلا بدك تشوفي هذا الفيديو. اوكي، بس ايجابي ولا سلبي؟ لا إيجابي. إيجابي يعني كله بده يتعلم، بحب هاي الشغلة كتير. برافو. حلوة، وخصوصا لما الإنسان بسمع إنها بتفيده ماديا. عبير اليوم المادة قوة، وأي حدا بده يفوت يعمل بزنس حتى لو ما بده يدفع مصاري، استثمار الوقت هذا له قيمة. أنت عليكي بقى ضروري إنه يعرف. أنت من واقع خبرتك فيكي تعطيني أرقام قديش ممكن يتوقع يقدر يعمل إذا فات بهذا البزنس؟ ما بدي أقول لك بالشهر، خلينا نحكي على البروجكت. حلو حلو. أوكي البروجكت. أوكي. لأنه أنت بالنهاية افرض أنت بلشت جديد، أخذت 2 أو 3 projects خلينا نقول، هذا ما فيش فيه سالري، ما فيش فيه أنت آخر الشهر هاد أو الشهر الجاي بطلع مثلا whatever. لا، لأنه الشهر الجاي يمكن يكون فيه سلو عشان أعياد أو إشي زي ما بصير بكريسماس. بس خلينا البروجكت. هلأ أنت مبتدئ جديد، ناس كتير بخافوا لأنه موضوع بدي يشتري عفش، وشراء العفش بكسر الظهر، مكلف رأس مال هذا. وأشياء بدها تكون مرتبة، الأكسسوريز الأرت وورك كله هذا غالي مو رخيص. لكن دايما أنا بقولهم شغلة للي بدربهم، شو أنت بتدفع أنت عم تشتري على حساب أول زبون. اوكي فانت شو البروجكت اللي جاي لعندك، انت نزل على البروفايل تبعك تسجل لإلك، وانت صار عندك كميه عفش على حسابه، بيجي بيت تاني بصير بدك تشتري شوي، بتزيدي الفرش. اكزاكت. يعني عوض ما تكبر المحل او تكبر المطعم او تشتري محل جارك، انت هون عم بتزيد بالاسيت للي عندك. الاسيت للي هو صار الفرش، كل ما كتر عدك عدد الفرش كل ما قدرتي تتوسعي. لانه ميك سنس،
منطقي. يعني اذا اجاك 10 بيوت وما بتقدر تفرش الا غرفه وصاله، يعني شلون بدك تفرش هون؟ بالمنطق. وطبعا لحتى يكون عندك فرش تقدر تخزن هذا الفرش، اصبح بده يكون عندك المكان والوير هاوس، بدك العمال، بدك السياره، اصبح البزنس نحن عم نحكي خطوه بخطوه. يا انا ودائما كمان بقولهم مثلا بيشوفوا عندي ترك كبير وترك صغير فبتلاقيهم بخافوا، بقولهم انا ما بلشت هيك، انا كنت استاجر يو هول. طيب في حدا هذاك اليوم عم بحكي انا وياه على الستيجينج، قال لي شغله واو، قال لي بس بنفس الوقت قال لي دائما فيها دخل، قال لي بس متعبه. طبعا متعبه. انا اول امبارح الوحده بالليل روحت انا والشباب، وثاني يوم قومتهم على 7 قوموا. في شغله كثير مهمه وهي كمان بيسلط الضوء عليها، انه مو الفكره انك انت حبيت انا شو عم بعمل من ورا الكاميرا او عبير شو عم تعمل، الفكره انت قدراتك شو. يا عمي اذا انت عندك قدره بالكتابه صير كاتب، مو ضروري تصير صانع محتوى. وظف حبك للشيء لحتى يصير مجال عملك، بس ما تحاول تقلد. امتى منقلد؟ اذا انا عندي القدره اكون مثل هذا الشخص، مو بقلد، استوحي وضيف. عبير هاي الشغله بتعمل مصاري نو كويشن اسك، وبتبني بزنس وبتبني حياه وما فيها خساره. ايوه لك بدي اخسر السؤال. ما فيها خسارة لأنه الفرش قابل لإعادة البيع؟ بتقدر تبيعه طبعاً العفش، بس أنت بتستخدمه 5 و10 مرات، كل ما هو شكله بحالة جيدة أنت عم تستخدمه. حتى ممكن تجيب فرش مستعمل تستعمله للبزنس، يعني بتنقي شيء مرتب ومستعمل عادي لحتى نستعمله للبزنس. كيف غيرت حياة المتدربين؟ عبير أنا في كتير عالم بعتولي رسائل، عبير ما رضيت تأخذنا بالتدريب. عبير قالت لنا بس لحتى يفتح التدريب بتصلكم بتواصل معكم. هلا في شغله كثير مهمه، الفيديو عم بيوصل لكم معلومه، عم بيوصل لكم بزنس ممكن تجتهدوا تدوروا عليه. هلا اكيد مع عبير رح يكون الطعم غير، بس كمان عبير مشغوله، يعني ما رح تقضي حياتها هي عم تعمل تريننج. في كثير عالم انت ما قدرتي تاخذيهم معك بالتدريب. يا مزبوط. بس في عالم اخذتيهم معك بالتدريب وتدربوا، رح نسمع منهم. شلون تغيرت حياتهم؟ أنا بحب روبي تحكي وتقول كيف إنه يعني هي excited وصارت مشغولة وعم تفكر كتير، بتحكي معي مرة بالليل مرة الصبح واشتريت هاي وبلشت تشتري. يعني إحنا تقريبا خلصنا الكورس بس أنا بضلني معهم ما بتركهم، فهي عم تشتري أشياء وهيك أنا صرت متشجعة فيها، عرفت؟ أصبح رح نأخذ معنا روبي لحتى نعرف شو تجربتها وكيف كانت. هي متابعة للقناة ومتدربة عند عبير، واليوم إجت خصوصي مشان تشاركنا بالخبرة تبعها. أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك يا محمد، إزيك؟ شكرا كثير إنك إجيتي. Thank you so much for inviting me today. تسلم يا رب. أنت اليوم من القلب للي هو شعاري للقلب. أول شيء كيف أنا نفس وراء الكاميرا ولا؟ انت بالضبط 100% سيم 100% وغيرت الاوتفيت تبعي بالمناسبه، يبي لي جاكيت الازرق انا بحبه يا جماعه. طيب روبي بدي تبلشي معي. هلا حكيتي لي تحت الهواء شفتي الحلقه وكنتي ضمن خيارات وحسيتي رساله وكيف تجربتك، وين نحن اليوم شو عم نسوي؟ انا النهارده الحمد لله اونر فور ذا روبي هوم ستيجينج بعد الحمد لله ما شاء الله. بعد ما اخذت الكورس، بعد ما اي واتش يور ايبيسود مع ابي واز فيري فيري نايس اكسبيرينس تو مي بصراحه الحمد لله. اي كونتاكت هير وتواصلت معاها واخذت الكورس معاها، ات واز فيري فيري نايس اكسبيرينس ليا. مريت بكل الستبس من اول ازاي نعمل كومباني، ازاي نوظف التالنت اللي عندنا. تعرفوا روبي كاميرا محاوله توصل لي او توصل لعبير بس وصلت اخر الشيء. ليش وصلتي؟ عشان انا اي نيد ذات. مصره انا اجتهدت ومصره. انا طبعا بعتذر منك، انا والله لا الاف من الرسائل انا عارفه والله يعني. بس والله انا معلومتي دائما بالفيديو، بحب اوصل كل المعلومات عشان ما تحتاجي اصلا تتواصلي معي. اي طيب انت بعد اجتهاد وصلتي لعبير. كيف كان اول لقاء مع عبير؟ اول لقاء مع عبير لما اتكلمنا اول حاجه في التليفون هي كانت رافضه نبدا الكورس على طول، هي كانت حابه الاول تشوف انا عندي التالنت دي ولا لا. حلو. So she asked me ان انا اجي لها كورونا، انا ساكنه في ايرفاين. She قالت لي لازم تيجي. اه يا اوكي اوكي. وانا جيت لها الكورونا
دي كانت اول ستيب ليها ان هي اتشجعت وقالت اه اوكي يو سيريس. وانا ام سو ديتيرمين لما بكون عايزه حاجه لازم اكملها للاخر. دي اهم حاجه. من ارفاين لكورونا اللي ما بيعرف في كاليفورنيا بالترافيك لما يكون في ازدحام يمكن ساعه ساعه ونص سواء سو لما هي فعلا بتاخذ النيه انه انا بالسوق من ايرفاين لكاليفورنيا اصبح في عندها بشيء بسموه الانيشيف اصرار او خلص عند العزيمه انه انا بدي اروح اثبتي لها انه انت فعلا مهتمه لانه عبير وقتها كثير محدود مشغوله كثير بس وانس شي ستارت وذ مي بصراحه عبير شي سو فليكسيبل شي سو ريزونبل ان هير برايس ان هير كورس شي جيفن ات تو مي شي جيف مي ا لوت اوف اكسبيرينس شي هاز ما بتديش نفسها اه لا انا مش هديك المعلومه دي علشان انا انت هتبقي كومبيتيشن معايا في نفس الكارير هذا سر نجاحها يا بتدي كل حاجه من قلبها انا كتير كنت اتصل بعبير الصبح بالليل عبير انا اشتريت ده انا عملت ده طب السايز بتاع ده التشير الدايننج روم الاكسبيرينس الحاجات الديتيلز اللي انا كنت محتاجه ان انا اعرفها في المهنه دي علشان انا اي هاف ا تالنت اف يو دونت هاف ا تالنت يبقى مش هتنجح فيها. التالنت هي مثل البيبي. Exactly. How you taking care? How exactly. you treating? بالضبط. How you raising? كيف بتربي؟ كيف بتكبري؟ كيف بتعلمي؟ كيف تهتمي؟ مزبوط. Okay. مزبوط. أنا كان أهم حاجة عندي إن أنا عايزة أنا الموضوع ده أنا بدأته few years ago. بس to be honest was between my friends, my family, my neighbor. Yeah. وأنا اشتغلت في حاجات تخدم البيزنس ده. يعني أنا كنت بدروب كانفاس. على الفيزز بعمل حاجات تخدم الستيجنج برافو يعني عندك انت اوريدي الحب لهذا المجال لما اجتك الحلقه انا ما شفت الحلقه بتاعتك انا كنت بتوين ان انا ادخل اخد كورس في ايفنت بلانر ولا في الستيجنج all of a sudden I found you on YouTube وشفت الحلقه وتاني يوم انا قلت لجوزي انا شفت الحلقه دي شوفها معايا قال لي that's your business يعني عملتوا لي اثنين فيو اكزاكتلي اوكي اوكي وبدات اتكلمت على جير وبدانا الكورس واخذنا كل حاجه وبقت وساعدتني كتير في الستبس بتاعه الادمنستريشن هاو اي افتح الشركه بتاعتي ازاي انا مش شاطره في الحاجات دي انا شخص بينتج لكن الاوراق والبيبر وورك انا مش شاطره فيها حقيقي ساعدتني فيها ده برضو حاجه انا بشكرها جدا جدا عليها ساعدتني كتير في النقطه دي ساعدتني في الديتيلز اللي المفروض ان هي تخلي التالنت بتاعتي تجرو اب برافو يا كبزنس مان او كرائد اعمال خلينا شرحت شو الفرق بين بزنس مان ورائد اعمال لما عم تحكي روبي في شغلات كتير بشخصيتها تعطي اشارات للنجاح اول شيء الاصرار للي هذا نحن محتاجينه اثنين للي هو حولت الحب والشغف تبعها وظلت تدور شو المدخل الصح لحتى تحوله لأرض واقع وتحوله لشغل وثلاثة للي هو اليوم عم ترسم طريقة يعني طلبناها لحتى تطلع معنا بالحلقة وتقدم خبرتها ما قالت لا ما اعتذرت نحن اليوم الأحد نحن اليوم الأحد واجت مسافة بعيدة على أساس أنه تعرض هاي الخبرة اللي عم تخبركم يعني هاي كلياتها إشارات أكيد للي نايم ببيته ما حد رح يدق الباب عليه ويقول له تفضل هاي سلة والله فيها كم ألف دولار مشينا حالك لآخر الشهر يا جماعة بدها القصة اجتهاد أنا بدي أتمنى لك كل التوفيق من قلبي so والله. وأنا بتمنى أنه التصوير الجاي للستيجنج يكون معك إن شاء الله بس أنا عايز أقول حاجة بسيطة قوي لكل حد فعلا عنده التالنت دي وعنده للكاميرا. الموهبة دي don't think أن أنت you have to have like $20,000 عشان تستارت البيزنس ده لا start مع أبي start مع profession people take you to the first right step حقيقي هي دي الخطوة الأولى اللي هتعملها هتدفع ثمن الكورس مش غالي على اللي انت هتعمله من البروجكت اللي هجيلك لأن البزنس ده it's like huge business وإذا هذا البزنس ما بيناسبك في محطة أو قناة اسمها محمد نحلة بالعربي لما تلاقي البزنس لا تنسى تدعم هاي القناة لأنه كل معلومة عم تطلع من القلب للقلب شكرا كتير شكرا جزيلا عبير مشيني بخطوات التدريب كيف المتدرب بيدخل كيف بيخرج من عندك أنا هلا ما عم بحكي كيف يبلش بزنس لما بيبلش معك كيف بيدخل كيف بيخرج فهمت علي كيف باختصار بسرعة هلا شفنا نحن تجربة روبي تمام سمعنا تجربة روبي عبير شو بكي رحت لي طب خلينا نشوف البيت اول ما انا بستناك تخلص لا ما انت بدك تقطعيني طيب رح نرجع نعيد 3-2-1 عبير باختصار مشيني بالخطوات للي بيمرق فيها المتدرب
لحتى يصير هو جاهز بقى ياخد الشغل. شفنا تجربة روبي، بس هل تنطبق التجربة على الجميع؟ طب شو رأيك أفرجيك البيت أول عشان لما نشرح يفهموا؟ أنا تأخرت عمداً لحتى أفرجيكم كيف صار البيت. رح أخذكم معي بجولة سريعة أفرجيكم البيت كيف صار لحتى تقرروا كيف كان وشو اللمسة الفنية تبع عبير، وتعرفوا شو معنات كلمة staging، وبعدين رح نرجع ناخذ تفاصيل التدريب. ويلا لفة سريعة بالبيت. بيت رائع ولمسات فنية بتفاصيل فنية جدا رائعة. طيب عطيني هيك، إذا أنا أجيت اليوم لعندك عبير قلت لك أنا بدي أتدرب، كيف بتوقع؟ شو بتوقع؟ إمتى ممكن صير مكانك؟ أنا طماع بدي صير مكانك، تمام؟ مشيني إياها هيك تفاصيل بسرعة. يعني خلينا نقول كل شغل يعتبر استثمار، بس أنا بالنسبة لي شخصيا ما بحب يعني أو يلا جاهز، حتى في ناس بتم يدفعوا أكثر من اللي أنا بطلبه للكورس، بقول لا، لازم الانترفيو، لازم أقعد معهم أشرح لهم التعب قبل الحلاوة وأشوفهم هم كمان عندهم قابلية ولا لا. الفكرة أنه عبير أي حدا بتواصل معه وبتطلبه لمقابلة، هاي المقابلة هي من باب خبرته، بتقدر تعمل له مثل من خلال أسئلة، خلينا نقول فحص، وبتشوفوا إذا كان مهيأ لهي الوظيفة ولا لا. برجع بقلكم يا جماعة، مش شي للي نحنا عاجبنا أصبح ممكن نكون فيه، مشان ما تضيعوا وقت. بكل إخلاص عبير بتقدر تاخذكم لبر الأمان، إذا كنتم مناسبين صدقوني رح تقلكم أنتم مناسبين. عبير ما لا بحاجة لحتى تبيع كورسات، عبير ما رضيت تحكي بس أنا للي رح أحكي. دخل عبير شهرياً يمكن بعادل 30-40 كورس أو أكثر يمكن. إذا قدرت تأخذ الكورس مع عبير وبعد المقابلة أو قدرتي أصبح بلشتوا مشوار جديد بمسيرة عمل جديدة وأنتوا للي بترسموها وبتنهوها. قبل ما أختم هاي الحلقة، عبير أماكن تجارية، أماكن سكنية، أي شيء بخص الستيجنج الداخلي أو الفرش الداخلي مع اللمسات الفنية أنت مختصة فيها. طيب أنا رح خلي أرقامك والإنستغرام تبعك بصندوق وصف هاي الحلقة مشان يقدروا يوصلوا لعندك. عبير المرة الماضية صارت وهي المرة كمان رح تصير، في كتير عالم رح يكون في عندها أسئلة فوق المنطق بس بدنا ناخدها بطريقة تانية. يعني في عالم الغريب يتعلق بأشياء،
في عالم فهمتي علي كيف ما وصلت الفكرة صح، مع أني أنا كتير حاولت أنه وضح بخطوة وعمدار تصوير 3 أيام وكذا. رجاء ثم رجاء أي حدا بتحسيه ممكن يغير حياته من خلال هذا المجال وجيه، ونحن أنا وياكي في توجه قريبا كمان لحتى نعمل لمسة فنية بدول الخليج عن قريب عن قريب إن شاء الله تعالى، لأنه بيحدث فرق كتير كبير. هذا البزنس بيعمل فرق كتير كبير، مو الفكرة إنك تعرف تشتغله بس، الفكرة عينك شو بتلقط وكيف بتزين. أنا كيف بدي أتشكرك؟ أنا اللي بدي أقول لك thank you كتير، يعني هذيك المرة وهاي المرة، يعني بحب اللقاء معك، بحب أسئلتك، بحب كيف أنت بتعمل، بحب قناتك، دايماً بسمع لك. هاي من القلب للقلب yes. والله العظيم وشكراً من القلب. هاي الحلقة درس yeah. هاي الحلقة للي بيشوفها وبيتمعن بتفاصيلها هي لحالها درس. يعني إذا واحد فعلاً بده بيفتح اللابتوب تبعه بيعمله شوية بحث أو كذا من أي من وين، كندا، أوروبا، من أي مكان صح. هاي فكرة مشروع، هي فكرة بزنس yeah. هاي الحلقة درس. شكرا من القلب والله يعطيك على حسن نيتك. تسلم والله thank you, thank you. من قلبي الله يعطيك على حسن نيتك. وأنا دائما بقول لك أنت أستاذتنا. لا أنت قدوة عبيرة، هي مو مجاملة. لما إنسانة عندها الهدف وطلع عم تسعى بهي الطريقة هي حتى يعني حتى مكانتها مميزة بالمجتمع. شكرا من قلبي، شكرا من قلب المشاهدين thank وأكيد you. شكرا كمان من قلب روبي. ودمتي بصحة وسلامة. Thank you. تسلمي. Thank you.